ماشيين أنا العنوان هذا. صافيها. واش المرا كتسنى فينا من الصباحيه كتعيط وانا كنقلب على اختي قسم قبل ليا المرايه تهصي ليا فيها. زيد زيد بغيتي تطيري تحركي يا بنتي تحركي تحركي الله يرضي عليك. شكون قريب؟ السلام عليكم. السلام. مرحبا. تفضلوا. دايره لاله لاباس عليك؟ بخير لا بس الحمد لله. وانتي بخير؟ الحمد لله ربي يخليك. وهانتي ها هي البنيه. هي هذه البنيه؟ هي هذه. باقا صغيره البنيه؟ لا باقا صغيره ولكن تبارك الله عليها. العول عليها؟ العولي عليها لاله بحال كاينه انا. والمهم امانتك حتى العشيه ودوزي عندي نعطيها لك بما جا مول الدار ان شاء الله. يلا دابا سيري مع السلامه. معا. خالتي عافاك واخا تعطيني كاس تاتاي طريفة الخبز عاد نبدا. شناهو هو كاس ديال اتاي وطريفة الخبز؟ ياك ما تصحابي لامك جاية للقهوة ولا جاية لداركم. شوفي اللي قلتها لك غادي ديريها سمعتي؟ راه كيتسنى فيك التصبين وسطالو جفاف تا هو تابعك. يلا شحركي قدامي زيدي لامك. الو وي صافي صاحبتي انا راه جايه عندك في الطريق. لا لا راني جايبه معايا داك الشيء كوني انا راه طرف عامره. خالتي قلك دوري معايا. بلاتي بلاتي شوفي شويه ونعيط لك. يا عبد علاش باغا الفلوس؟ بغيت نعاون بيهم ماما حامله. ملي ماماك حامله يعني باباك كاين علاش ما يمشيش يخدم؟ شو بابا مريض وما يقدرش يتحرك. شوفي انا ندور معاك مزيان ولكن ما نلقاكش كدوري هنايا صافي مشي خطفك شي واحد. صافي يا خالتي كوني هاني. يلا هاكي وما تعاودش لقاك هنا كدوري صافي. يلا الو. لا لا انا جايه انا جايه. الدنيا عامره وكنت واقفه مع واحد البنت مسكينه دورت معاها وانا جايه. يلا حيد حيد قطع. يلا مروه تلقينا راه مشى الحال. واش غير انا وجدت بزاف وحنا اللي فانطرونا ناخذ الوقت. قولي بعدا كي جيت مزيان لا لا كلاس مزيان ها يلا نمشي. بلاتي بلاتي راه كنسمع الصونيت من قبيله ما سمعتيش؟ لا سمعتو والله شفتي الصون. هادي عا فاطمه جايه. فاطمه شنو كدير هذه؟ صافا بخير شويه غير بعد تقل. فاطمه دايره بخير مزيان شويه متبكيش على راسك بانت شي حاجه في الدار كدير حولي راسك. انا راه عارفه نفسك حاره ولكن تكيتي شويه على راسك تكيتي لنا على البيبي تولي والده لينا اليوم النيت. ان شاء الله باقي لنا سويتي صافي. يلاه خاصك والو متاكده؟ يلا الله يعاونك. يلا باي باي تهلا في راسك. باي باي. هادشي راه كنقول غيسالي ربي خودني ما حياتي.
حياتي مليش درتني وكلشي خاني راني كناني وسدالي فبيش وخلي في قلبي في لساني من برا ضحك ومن داخل شحال بكيت. الله فوت اليوم الله 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 يا وليد وليد خلعتيني ما كاين باس مالك لحالتك عاوتاني مالك انت وليد انت مالك داير في راسك الشوا ودير فين حنا الشوا مالك والله عطا الله عطا وليد واش تقلق ديما بحال ماكا مشونا معاك والله يرضاك اودي الله يرضاك يلا بحالاتك يلا 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 شوية عليك الله يسامحك ضحكت خدة بلا بيها كنحس براسي مفوندي من صغري ما نسيتها من غير قلبي خاوي عايش الراسي بوحدي ماما حبيتها طلي كلشي وخدت لذيذة لي الدنيا خانتني كشبورش نسميتها مع قلبي ظلام اغلاها جمجاج وخلاتني الوقت جراني الدنيا في عيني ولات كشبة اللي صغيرة قدر بكاني من بعد موجك الضحكة مبقيتش قادر نشوفها روحي كتاني بلا بيك كنحس بمشاكل كتيرة وانا غي جالس وكنفكر في وجهك ليل ونهار وبكيت هادشي راه كنقول غي سالي ربي غي خودني ما حياتي مليت دردني وكلشي خاني راني كناني وسدالي فبيش وخلي في قلبي في لساني من برا ضحك ومن الداخل شحال بكيت وانتي سمحيلي عارفك باغا تشوفيني الفوق راه جرب جبودي بحقيت كنت متفائل ديما كنقول حاجة الخيبة مع الوقت غتزول حنا كيما ها هي نديرو الخير ويدور علينا حنا كيما ها من بكريمة ما زهر حنا كيما ها هي نديرو الخير ويدور علينا. السلام عليكم اقصى اسمو محمد بخير بخير الحمد لله الحمد مزيان الحمد لله الحمد لله طيب لي واحد الباب ديال لاكاف عكس واحد شويه تي الله يرضيك صاوب وشوف حاول معاه صايكون هاني غنقادو اسمو محمد كون هاني صافي الله يحفظك وبغيت نهضر معاك على خاطر مرحبا لاباس نهضر معاك على قبل داك البيت راك عارف ساكن بعيد بغينا نبقاو نباتو هنايا تنقول لك راك عارف الحاج وليداتو راه كاينين فيه راك عارف يلاه مقاتلين ما لقيتش ما عندي كي ندير انت شوف كيفاش دير لنا السي محمد الله يرحمك الوالدين شوف كيفاش دير شنقول لك يكون خير يكون خير ان شاء الله صافي صافي شوف الباب كون هاني عليك صافي الله يحفظك شكرا الله يحفظك الله يحفظك شنو صابو داك الباب مصطفى بخير سي امين كيفاش بخير مزيان لاباس الحمد لله كيبقى الوالد شويه كلشي بخير سولف بخير الله يحفظك باقي هنا باقي هنا الله يحفظك غسل معاك الطوموبيل اي مرحبا صافي مش خممش كون هذا صافي ما تخممش سي امين كون هاني غنعول انت غتلقاها جديده سير تبارك الله الله كدير هنايا
لا جيت مصوب الباب ديال لاكاب هذاك الشيء علاش الباب ديال لاكاب الباب ديال لاكاب راه فين كاين ولا انا ما جيتيش انا راه عارف فين كاين ولكن دابا راه جيت بغيت نشوف الوليد سي حميد راه سمعت بلي راه مسكين عيان شويه با ما كانش عندك معاه حتى اللي ما كان صحيح باقا دابا ملي مريض واش غنقول لك اوليدي يا مصطفى والله يخلصك على قد نيتك وانا نيتي صافيه وربي شهاد عليا ربي شهاد علينا كاملين ودابا سير بحالاتك نرد عليك اوليدي مصطفى امين 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 ايا يا بسم الله سير تغداي خوتي يكونوا مساكرة جيعانين برعيهم يا وليدي ربي يكبر بك انت طلع لي هذاك السطح نشرب ديك الحويجات ومشي ديك الساعه نتقدى ونبرع وليداتي سير الله يرضي عليك هي الاولى ما نمشي نكمتوا ليلي وساني وما هناني يا دنيا الدنيا ما نسيت فراق وخياني والوحش كلاني غير فانيا الدنيا نعيش الخير بعشرة ماضينا علاش الدخمة مغرب الودوني باب عشنا الذيك خوا معطينا ولاد وصولك تربينا نغزر الاسم يا ونجوم رسمة خوان ما نسينا محبة الماني عشيري وعارف ديك على بالي كاينة حكاية في الراس يا ناس قال امي ما تحس بحالي قدرك علي بابا الغالي بيدك هاني ولا باس لا باس واش غنقول لكم البركة في روسكم والله يعود محبته بالصبر المرحوم راه كان صاحبي والله يعمرها دار وما دوزناش قليل وشحال لعبنا ديال الكارطة وشحال تخاصمنا وشحال مهم المرحوم الله يعمرها دار والله إلا بقى فيه والله إلا بقى فيه المرحوم راه كان خويا أنا كان براس كوني وأنا لا فطيب وربي شاهد عليا إلا غيبقاو فيا هاد البنيات وهاد الوليد اللي بحال ولدي مصطفى راه عزيز عليا وربي اللي عالم ربي راه شاهد على فاطمة عارفة السي أقصى الله يعظم أجرك عارفة اللي كاين واش غنقول لك على فاطمة هاد البنيات مجموعين ومعنا تبارك الله السي مصطفى راني بغيت نقول لك شي هضرة مالك السي أقصى تفضل الله يسمعنا خبر الخير وما كاين ما يتخبى لالا فاطمة راني جاي طالب راغب في يدك على سنة الله ورسوله راك عارفة الزمان صعيب انتي بقيتي مرا وحدانية مصطفى ما تعوليش عليه راه ما خدام ما ردام هذوك البريكولات ما عندهم باش يفيدو وانا ان شاء الله راك عارفة هنا وهنا كبروا هاد البنيات والدنيا راه غادا بحالك احسن لك ما تبقاي بوحدك سي حميد الله يرحمه مش حق عارف لكن في حاجة جديدة مش راك عارفة وربي شهاد عليا باغيك على سنة الله ورسوله واش بالك على الله فاطمة واش انت ما كتمركش يلا ما يتلبانا امي اصلا حاملة اش كتخربة سي اكسا الا كان سي حميد صاحبك ما احترمتيش هو في قبره وما احترمتيش هاد اللبس اللي انا لابسه وما احترمتيش هاد الكرش اللي هازه شو بغيتيني نقول لك واش هذاك وجهك ولا كفاك نعم الشيطان وانا انا اش قلت لك على لاله فاطمه وانا راه باغي الحلال وباغيك على سنة الله ورسوله
وربي شاهد عليا باش انا قلت شي حاجه خايبه. انا جيت وجوج معايا قلبي ودخل من الباب لاله فاطمه وتكون تمرق. اسمع الشريف، الا مات سي حميد راه خلى لي الرجال نوض هز القلب السكر ديالك الله يعرضك السلامه. اها ما قلتي حتى كلمه تعبه لاله فاطمه. واخا خليت لكم الراحه الله يعاونكم. لا يرضى عليك ولدي مصطفى. امين امي وجهي امين. ولدي مصطفى. سيدي محمد. فانت شوف غيجي عندي واحد السيد عندي معاه شي خدمه مهم فهمتي، وغيجي في الطوموبيل ديالو ضرب لها شي مسيحه بانت شي حاجه قادها ليه فهمتي. المهم هاك هادي وما تاخذني عنده والو متفقين؟ ما تخممش كون هاني. الله يرضى عليك الله يرضى عليك صافي. الله يا بنتي الله هذيك المطيشه كي درتي لها عذبتيها في حياتها ما تعلمي تنقي. ها انت كتشدي المطيشه كتبدايا من هنا وتهبطي هكا وتهبطي هكا. ماما بشوره يلا تعلم التخمال ودابا بشويه بشويه تنتعلم الخضره. وبنيتي نديك معايا عند الناس حشميني والنهار نبغي نولد شكون غيوقف معايا؟ الله يرضي عليك بنيتي انا ما تعلميش حاجه غتنفعك. عاف شويه عاف كمان. يلا بنيتي نقي الله يرضي عليك نقي. ولا لا فاطمه فاطمه شكون اللي دايرتي حيت نوضي شوفي شكون. واخا نوضي نعم عمي عاقصه. كاين امك؟ كاينه. كلمي عليا. واخا يا ويلي فين هي هي شنو ماما داك عاقصه ما عرفتش اش بغات. يا ويلي شنو بغيني هذا تقصى عليه ليا مع عاوتاني هابط عدي تا لاكاب. يا ويلي نوضي دابا تمجي خوك نوضي 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 تمجي خوك نوضي. سلام سي اخص ياك ما كاين باس. والو باس لاله فاطمه. بغيت البنيه تمشي عندي للدار دور بها شويه راك عارفه كاين لا ولاد لا مدام لا والو هادشي علاش جيت عندك. لا وا سي اخص البنيه وباقا صغيره وبوحدها وانت زوفري لا بغيتي دارك تجمع على الراس والعين نمشي انا وبنتي ونجمعها لك ونتولها وما يكون غير خاطرك. وايلي لاله فاطمه هل حنا قلنا العكس راه هادشي اللي قصدت مشيتي والبنيه دوروا ليا في الدار وتولوها ونزيدك واحد القضيه انا غنتهلا فيكم وباش تاكدي ان قصدي شريف. هاك يا لالا ها السويرتات سيري تي والبنيه وتهلاو في الدار هادشي اللي كاين. ايوا سي عكسا ملي نتايا هكا نكمل واحد الغرض عندي وغنهز البنيه وغنمشي نجمع لك هذيك الدار وغنتولها وانت بعدا ما غتكونش في الدار. ولا لا فاطمه تين على الشيطان والسوارت وحدين اللي كاينين احنا عطيناهم لك سيري سدي على كتير البنيه وقضيو الغرض وانا ان شاء الله ملي تسالي عصوني ليا راه نجي ناخذ عندك السويرتات ونعطيك الامانه وسير انا فاطمه الله يرضي عليك سيري سيري. المهم انا مشيت. اسمع بنيتي يلا نقضيو غرضنا ونمشيو نجمعوا هاد الولاده نجمعوا لي هذيك الدار راه اللي فيا راه ما كنحملوش ولكن راه ما عندي ما ندير خبز هو هذا. يلا بنيتي السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير؟ اش خبارك؟ لاباس عليك بخير؟ الحمد لله. لا لا يخطيك شرف لي والله لا شرف لي والله مرحبا بك. لا لا يخطيك مرحبا بك. واحد دقيقة اسمح لي ولدي مصطفى شوف الطوموبيل بلاصة السيد تكلف بالي عاود عليك صافي دوك السويرت اسمح لي بعدا هما السويرت لا كون هاني السيد كونفيونس كون هاني كون هاني يعرف البلاصة بعدا يعرف البلاصة كون هاني يلا ساك هكا ولدي نعول عليك صافي يلا مرحبا بك. تفضل. فضلك الله. مروة ميسيو سايمون مدام. شرفين شرفين يا لاله. الحمد لله لاله يخطيك بارك الله فيك يا لاله بارك الله فيك. مرحبا بك نهار كبير هذا. لاله يخطيك. مرحبا بك تفضل سي سايمون خذ راحتك. الله يخليك. انا نجي عندك. ان شاء الله. مروة وقتها موجودة. كل شيء موجود كل شيء. صافي واجدين نتغداو انا والسيد. صافي يلاه ميرسي بوكو.
مرحبا بك أستي سايمون، نهار كبير هذا. بارك الله فيك. شرفتينا، مرحبا. لي الشرف، لي الشرف. المهم، نتغدى هو الأول بعدا، ديك الساعة ندوز البيزنس ديالنا. الله يسخر، الله يسخر. مرحبا. عمي عمي دور معايا. كديري هنايا بوحدك؟ كنقلب على رزقي. ما تخافيش شي واحد زعما يديك؟ اصلا دارنا كاين غير هنا. ياك ولا نعطيك مع الفلوس؟ كيفاش؟ غنخرجهم من البنكه ونعطيهم. واخا. وتورق على طوموبيل كي دايره. ويلي 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 ويلي. ترى غنضرب بها شي دوير هادي اليوم عاد غنبلاصيها نهار غيدوز مطق اوليدي لا لا يا سلام شكرا ميسيو سايمون حيت صنتي ليا واحترمتي الفكره ديالي الله يوديك شوف سي محمد تبارك الله عليك تاي اون بيرسون ريغوروز ما شاء الله الفكره ديالك كانت في المستوى وان شاء الله انا غادي نوقف معاك حتى ان شاء الله تولي من بارتنير اوفيسيال ديال سايمون شوب بارك الله فيك شكرا بزاف وتسهل كل خير الله يخطيك وتتا انسان طموح تبارك الله عليك شكرا بارك وفي نهايه المدام نسلموا على تايا مروه صافي والله يجعل شي بركه وشكرا على العرضه وتبارك الله عليك لا لا تبارك الله عليك سي محمد خاصك تزيد المدى في الصداق تبارك الله على داك الشيء بنين يلا بارك الله فيك انا غنهبط معاه ونرجع صافي صافي الله يسخر يلا الله يعاونكم سلام شكرا سي صايمون على المساعده ميرسي بوكو الله يا ودي انت راه انسان خير وطيب وطموح او ميم طون ياك وتستاهل كل خير الله يخطيك علاش لا ما نعاونوكش حتى الله يخطيك وشكرا بزاف اجي طوموبيل فين هي رايك واقيلا الدار غتغسل كيفاش الدار تغسل واش انا عطيتك السوارت قلتي لي سيد كونفيونس غيجيب شي بلاصيها انا اصلا الطوموبيل مغسوله جايبه مغسوله ما كاين لا غسيل لا حتى شي حاجه الطوموبيل فين هي واش عندك نمرة السيد عيط ليه دابا لا لا عيط ليه سمحوا لي الا دخلت ولا شي حاجه واحد الطوموبيل ليمونيا ياك اييه اورانج اورانج دا هذاك مصطفى بان ليا مشى فيها من هنا واش متاكد اكثر؟ وانت متاكد 100% بحال شتيها بعينك بان ليا طلع ديما راه وزير انا رافع الخير وربي شهاد عليا اسي محمد دابا فين هي الطوموبيل؟ وشنو معمول؟ نسيتك واحد القضيه اسي محمد راه حسبتي ليا زوين وكوستيم وتشويكه وداك الشيء شتي الريزيدونس اللي مورا الضربعه وهاديك مو وديما اولدي عافاكم عطلي بالرغيب راه هادشي باش عايشين رانا ساعطينهم بيت فلاكاب والبرهوش بانت لي الطوموبيل قال راه ندير بها دوره ولد المكزف اويلي اويلي انا راه فاعل الخير سي محمد اش هاد الهضره كنسمع واش هاد التخربيق واش هاد المواصل وصلنا لهم دابا شوف الله يجازيك بخير تهدنا تهدنا شوف سي محمد ما كاين لا تهدن لا والو البوليس انا راه فاعل الخير البوليس اخويا الله يعاونكم سي محمد ما كاين غير البوليس دابا هو اللي غادي يفك لا لا اسمح لي يا سي محمد اسمح لي اسمح لي هادشي خرجتي منه دابا خلينا حنا غادي نتكلفوا بالامور ديالنا وانا عارف لمن غادي نعيط دابا يا بالي جاوبني شفت واحد القضيه بغيتي الشاهد على كارت ناسيونال انا شاهد شو بعيني راهو شوف انت ما رتقاني بارك لي هي الاولانيه الو مسيو الكوميسير عمي عمي صافي بارك علي نمشي فين كاينه راه في ديك البلاصه الخاويه كاينه البنكه تما ما بقيتش باغا نمشي تلق مني يا بسم الله دخلي 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 الله الله ماما بلي يدخل لها باغي يخسر فلوس ترى مجموعه والله يا بنيتي وانتي مالك تحرمي علينا رزقنا ورزق خوتك قلت لها تخلينا نجمعوها ونجفوها وناكلو ناكلو طيف الخبز معاه راه كيديهم ليا الدريات جلسي سرح لا ماما بغيت نقول لك شي حاجه دوي مالكي شنو كاين
راه اختي سلمى ما جاتش تتغدى من الصباح وهي خارجه ما عرفت فين هي وما كتحشميش. يلا كتقولي لي فيها ضربات الطريق كامله علاش كتقولي اختك ما جاتش فين غتكون مشات هضري. وانت عارفه هي كدور في الفيروجات ديما كطلب ولكن ما بقاش كتبان لي فداك الفيروج اللي قريب للدار ولات كتفوت وبعد فين كتزيد. هي كبنت الهم عارفه اختك باقا صغيره واي واحد يطمع فيها وما عارفه والو وما فاهمه والو جيت انت جيت لينا جيت تقول لي هاد الهضره والله يهديكم باغي تولدوني بلا وقت تنطي لي بنتي الله يرضى عليك انت بعقلك جمعي الدار بدا يفشق انا نمشي نشوف اختك وغنجي وغادي نسد عليك باش نبقى مرتاحه بنتي الله يرضى عليك كوني لالا مولاتي صافي الله يرضى عليك. صافي ماما كوني هانيه سيري مرتاحه انا غادي نبدا في الشق والله يرضى عليك بنتي الله يرضى عليك الله يكملك بعقلك يا الله. وليدي عافاك ما بانش لك واحد الدريه صغيره كتكون كتطلب هنايا كنشوفها مره مره ولكن مره باش ما شفتيهاش؟ لا الله يا بنيتي الله فينك الله يا رب الله تزيدي يلا وانا نقصك زيد تلق مني تلق مني شكون هذاك اللي شمك؟ ما عرفت قال لي اجي نعطيك الفلوس صافي لا معاك البوليس يلا معايا باش تمشي الو سي محمد كي دايره سيدي لاباس؟ ما خاصك شي حاجه وين على كيقلبوا عليه البوليس وين على كيقلبوا عليه البوليس وين انا جاي انا جاي عند امك كان قصدي شريف وجرات عليا هي وداك الشماته ديال خوك ودابا ابنت بين يدي تشوف شكون اللي اعتق. وانا اش درت لك بعد من اش درت لك؟ عتقوني عتقوني غوتي عتقوها زيد يلا غوتي شكون اللي غيسمعك؟ كاين انا وياك ها كاين انا وياك يلا زيد. فاطمة شوية الحمد لله. قولي لي عافاك ربي اللي تزاد شنو تزاد عندي؟ زاد عندك وليد غير حتى تولي انتي شوية وغادي يجيبوه لك ترديه. واخا الحمد لله واخا اختي شكرا. انا دابا نصيفط لك الفرملية باش دير لك كونترول صافي؟ واخا اختي شكرا الله يجازيك بخير يلا بالشفا. السلام عليكم عافاك مدام فاطمه السخي. مرحبا سيدي بلاتي نشوف واخا بروميير ايطاج لا سال ا. شكرا تبارك الله عليك. ماما عاف شويه بنتي بشويه
اخويا ولا اختي؟ ولدك لك خوك ماما. ياي شويه بنتي. على السلام شكلالة. الله يسلمك سيدي. اسمح لي وكير ما عرفتكش. معاك البوليس بنتك لقينا كطلب في الفيروج وشتي كتصيفطها. لا سيدي بنتي ما كطلبش وانا راك عارف مشيت نولد ما كطلبش بنتي عمرني ما صيفطها تطلب. على السلام شكلالة بنتك ردي لها البر كان يخطفها واحد اليوم. كان يخطفها؟ واخا سيدي بنتي هاي معايا الله يخلينا المخزن شكرا بزاف. على السلام شكون مره اخرى. يلا الله يعاونك. يا فين مشيتي؟ واش بغيتي تخرج عليا؟ واخا عليك حتى نوض لك. جلسي جلسي ما تبقيش تحركي من حدايا. يا ربي يا ربي. السلام عليكم مدام. عليكم السلام. عافاك فاطمه. يلا ولدت. اسم النسر فاطمه الساخي. داكو بروميير ايطاج لاصال ان. واخا السلام عليكم. اهلا عليكم السلام. على اختي فاطمه كبيره على سلامتكم. بخير. اهلا بنتي بخير. بخير الحمد لله. اش ولدتي؟ وليد. بسم الله مهدي. ايوا على سلامتك اختي الحمد لله. حليمه ما قوتي تجي تسلمي عليا مالك؟ الباب يمكن اسد عليك في الساروت. ساعدني هادي مالها؟ ايوا اختي فاطمه اش غنقول لك؟ ما كاين ما يتخبى. منين سديتي على بنتك في الدار داك الموسخ ديال اقصى تعدى عليها. شدها بزز منها وهو اللي دار ليها هكا. هما كاين ما يتخبى عليك اختي. اختي فاطمه مالكي؟ رجع الله. اختي فاطمه مالكي؟ بشويه تنفسي تنفسي بشويه عليك. فادي ولدي ولدي مالي؟ شنو بغيتيني ندير اختي؟ قولي لي شنو؟ مهدي ولدي ولدي مهدي ما تعطي لشي حد يكون لاباس ما يترباش كيف ترباو خوته. صافي اختي فاطمه كوني هانيه. عافاك اختي غير تنفسي وان شاء الله غتكوني بخير ويطول الله العمر وتربيه بيديك. ماما مالك؟ ماما 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 فاطمة اختي فاطمة خرجوا الله يخليكم خرجوا. هيبة خرجي الناس. ضحكة في خده بلا بيها كنحس براسي فوندي من صغري ما نسيتها من غير قلبي خاوي عايش راسي فوندي. ماما حبيتها طاتني كلشي وخدات لذيذة عليا الدنيا خانتني كجبورشني سميتها فاطمة قلبي ظلام اغلاها جمشات وخلاتني. الوقت جراني الدنيا فيني ولات كشبل لي صغيرة قدر بكاني من بعد موجك الضحكة مبقيش قادر نشوفها روحي كتاني بلا بيك كنحس بمشاكل كتيرة وانا غي جالس وكنفكر في وجهك ليل ونهار وبكيت هادشي راه كنقول غيسالي ربي غيخودني ما حياتي مليت درت النية وكلشي خاني راني كناني وسادة ليا فنيت وخلي في قلبي في لساني من برا ضاحك ومن الداخل شحال بكيت وانتي سمحيلي عرفت باغا تشوفيني الفوق راه جرب جبودي بحقيت كنت متفائل ديما كنقول حاجة الخيبة مع الوقت غتزول معرفتش كي انت عايش ما موتش كشمسين وفوق الوراق ما بقى عارف ما يقول
نحاول نسي راسي بسطورة حيت ما كاينش لي طلع عليك حتى المورا مشي شي دابا شكون عطيني الكوراج وكيش هادشي راه كنقول غيسالي ربي خودني ما حياتي مليش دردني وكلشي خاني راني كناني وسادة لي فبيش وخلي في قلبي في لساني من برا ضاحك ومن داخل شحال كيش ويمشي سمحيني عرفت بقى تشوفيني الفوق راه جرب جبودي بحق عيش هادشي راه كنقول غيسالي ربي غي خودني ما حياتي مليش دردني وكلشي خاني راني كناني وسادة لي السلام عليكم استاذه. سلام. سمحي لي راه تعطلت عليك كنت عندي شي خدمه مهمه داكشي علاش ما قدرتش نجي عندك للبيرو واضطريت ندير معاك هنايا. ماشي مشكل بحال بحال. امضى استاذه كيف وصلت القضيه ديال مصطفى حيت راه ديجا طلبت السيد صاحبي يسمح لي ودار ليه تنازل. واخا صاحبك يسمح ليه الحق المدني ما يمكنش تسمح ليه حيت الدري ماشي قصير وفي عمره 18 عام وكيسوق طوموبيل بلا بيرمي يعني يقدر يضرب اي واحد ويقتله. ايوا دابا استاذه شنو المعمول؟ نتمنوا يخفوا عليه وما يعطيوش شي عقوبه اللي كثيره. استاذه حاولي ديري جهدك الله يجازيك بخير. انا غادي ندير اكثر من جهدي ونتمنى كل شيء يدوز مزيان. المهم هاك هاد الوثائق عطيهم لدار مصطفى راه يقدروا يحتاجوهم في المحكمه. واخا استاذه شكرا لك بزاف. ماشي مشكل مرحبا. شكرا. زوين ولا اليوم صراحه بلاتي بلاتي نحل الطوموبيل ديك راه صافي ماشي مشكل صافي ماشي ما يخصك شاغل شوف شوف ماشي مصطفى هذاك والله الا مصطفى والله هو محمد على سلامتك مصطفى. على سلامتك مصطفى. الله يسلمكم وشكرا بزاف. مصطفى ولدي الله يصبرك. لا ما تقولش لي هكاك. كيفاش؟ لا لا والو والو تتمشي لدار وتفهم. صافي ماشي مشكل. المهم الا احتجتيني في شي حاجة أنا راه هنايا بحال كاين الوالد. عارف اللي كاين ولدي مصطفى الله يرضى عليك. المهم خليكم دابا أنا غنمشي. اش نقول لك نتايا واش حماقيتي واش الدري يلا خارج من الحبس وباغي تقول له بلي امك ماتت راه غير كنت باغي نقول له صافي خليه بعدا تيدخل للدار وديك الساعه راه غادي يعرفها يلا يلا شنقول لك تسلي عطا الله كولي كولي دابا ويحمد الله من بعد نشوف واحد الناس اللي عيطوا لي نشقاليو وديك الساعه يدير الله خير كولي صافي هيك خواشي خويا مصطفى حسنت تاني شو حاسكم والله الا بلاصتك بقات والله الا فرحت فشتك ما عرفتيش اخويا بلاصتك شحال بقات قداش عرفت انتما بلاصتكم كبيره بزاف وتوحشتكم انا بزاف والصراحه راه ندمت على داكشي اللي درت ولكن دابا انا معاكم والحمد لله اخويا مني درتي عقل ما عرفتيش شحال محتاجينك دابا محتاجينك بزاف والله انا معاك اختي دابا ولكن قولي لي الوالده ما باتش في البيت واش خارجه خدامه عند شي ناس ما كنتش مسكتو اش كنت داكشي اللي زاد للسبيطار رجله بياك قولي لي واش ولد ولا بنت خويا راه طرات شحال من حاجه انت ما كنتيش حاضر ليها مالك فشنو وقع عاودي لي مصطفى ماما راه ماتت ماتت فاش طرات شي راه ماتت
هادشي كامل طرا بسبب اقصى. اقصى؟ وشنو علاش اقصى بمدير امي؟ انا نعاود لك خويا مصطفى كلشي. هاد النهار عندنا اقصى الله كعب وبغينا انا وماما باش نديرو ليه الميناج. مشينا معاه. وعليكم السلام بنتي، كي دايره بخير؟ الحمد لله. كي غادي مع شي خدمه؟ الحمد لله بخير. داكشي اللي بغينا. همدرا شنو دير مع خويا مصطفى؟ سمعينا حليمه، طلبي من الله اقصى ما يموتش، حيت لا مات خوك حكموا عليه بمؤبد وتقدر توصل به حتى للاعدام، نتمنوا هادشي ما يوقعش. والله الا خويا بقى فيا ما يستاهلش ديك البلاصه. نتمنوا من الله داك اقصى ما يموتش، خرج عليا وخرج على خويا وخرج على ماما هو السبب في تشتت الشمل ديالنا، الله ياخذ فيه الحق. ما عرفت منين خرج لينا. المهم راه مصطفى وصاني عليكم وقال لي اخوتي امانه عندك وبالنسبه لك انت الا ما بقيتيش قادره تخدمي قوليها ليا انا نبقى نتقدى لكم اي حاجه احتاجيتوها نجيبها لكم وحسبوني بحال باباك. شكرا عمي على خطيك عارفه اللي كاين. بالنسبه لاختك سلمى راها معنا في الدار حتى تسالي خدمتك على خاطرك. صافي واخا انا غادي نحاول نسالي خدمتي بكري باش نجي ندي معايا سلمى للبيت. وانت شكرا بزاف على خطيك على الوقفه ديالك معانا. ماشي مشكله بنتي هذا واجب. على خطيك المهم خليك دابا خاصني نمشي نكمل خدمتي. واخا بنتي الله يعاونك. وين عشيري سطوف يوم مغير اصحابي مال ماذا اخويا شكون مقلق وكاع عيو شنو نقول لك اخويا ما نخليش خواتات على برا 18 عام هادي ما شومش وما عندهم نحلين الله يرحمهم. اصبر اخويا اصبر الحبس راه طايحه ونوضه ماشي مشي الروضه ما عليك بالصبر. وبيني وبينك توحش خوتي بزاف وانت هنايا اخويا راه قهراتنا هاد البروده هادي ربي غيفر لي غيدير تاول. اصبر عشيري اصبر الله يصوب لينا كاملين اخويا الله يصوب لنا كاملين. يلا تقعد كون يلا انا خرج يلا يلا يا
18 عام ديال الحبس راه ما ساهلش، والله ما ساهل. الحبس ديت باش معطل اصبر عشيه. شحال باقي لينا اخويا الله يسلمك. ريح ربي غادي يساوي ديال الخير. ريح عشيه ريح ريح. ايوا بري دار لينا هادشي اخويا بقى كيولد في الولاد. عليك الصبر اخويا مصطفى، الصبر. الحبس ديت باش معطل. مصطفى على سلامتك، رجاك عفو ملكي. ويلي. الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك ليا اخويا، الله يحفظك ليا، الله يكفيك. دير عقلك بعد من الصداع. كون هاني، كون هاني يا صاحبي. غنتوحشك. انا غنتوحشك بزاف. غنتوحشك بزاف. وضروري تجي عندي نهار تخرج. ان شاء الله. صافي. دعي معايا. والله يفرج عليك اخويا. يا ربي. يلا يعني. نديرو اخر ماتش مع الدراري. يلا. راه غنتوحشهم. نجي نديرو اخر ماتش، راه غنتوحش الماتشات ديال الساحل. السلام عليكم اوليدي. اردوا السلام. وقعدوش كتحشمو. الله يهديكم. لا حول ولا قوة الا بالله. راني كناني وسد لي فيش وخلي في قلبي في لساني من برا ضحكو من الداخل شحال بديت وانتي سمحيلي عارف باغا تشوفيني الفوق راه جربش بودي بحقيت كنت متفائل ديما كنقول حاجة الخيبة مع الوقت غتزول معرفش كي غنتعيش مموت كشمسين وفوق الوراق مبقى عارف ما يقول نحاول نسي راسي بسطورة حيت مكاينش لي طلع ليك شالمورا. السلام عليكم. شنو هما البنات؟ دردني وكلشي خاني راني كناني وسد لي فيش وخلي في قلبي في لساني من برا نقدر نكون واحد الحاج. سلمى بنتي الحبيبه كي بقات ليك الحرقه؟ شويه ماما واخا باقا كدورني شويه. ياك بعدا متبعه الدواء اللي خديت ليك ديرنيامون. ضروري كوني هاني. ايوا صافي. والمهم راه عندنا ان دوزيام رونديفو مع الميديسان بوغ لا سيمين بروشين. داكوغ ماشي مشكل. ايوا صافي. المهم فاش نبغيو نمشيو عندو راه جو في تو فير سي. صافي المهم دقيقه انا غنروح نحل. لا لا خليك بنتي ويلي انت محروقه في يدك وتنوضي خليني انا غادي نمشي نشوف شكون. الله يخليك ليا ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاين سي سي محمد. شكون انت ولدي؟ انا ولد سي حميد. خويا اختي توحشتك بزاف خويا. مالك انت في يدك؟ ديك النهار نط بغيت ندير باكوس وانا نتحرق في ايديا. سلمى مره كتبغي دير فيها حادقه. ايوا تبارك الله عليك ولدي مصطفى راك كبرتي عشيرة ما عرفتكش فاش يلاه جيتي. الله يحفظك الحاجه بارك الله فيك. شكرا لك بزاف تي والحاج حيت تهليتو بسلامة حتى جيت. لا ما تقولش هاد الهضره سلمى راها بنتنا. يا هو الحاج نيت الحاج. السلام عليكم ولدي مصطفى على سلامتك. فاش عرفتي؟ ولد سي حميد هذا بينهم نحروفهم. والله الا تبارك الله عليك. سلامتك ولدي. سلامتك. مرحبا تفضل. ايوا حتى انت جيتي مع الوقيته ديال الماكله. يلا جلس باش نحط لكم اتاي. خويا انا غنكير. بسم الله بسم الله.
مرحبا بك ولدي. ما تحشمش. كدير بخير بعدا؟ مزيان الحمد لله. دوزتي سير برا. مرحبا ولدي. تفضل دار دار. تفضل ما تحشمش. دار دار. ولدك ولدي بسم الله. ويا مسكين الله يرحمه. الله يلك تي عزيز علي وحق الله الله يرحمه. الله يرحمه. ايوا ولدي مصطفى كي دوزتي ديك المده كامله في الحبس؟ اش غنقول لك؟ قول هذاك كان غير واحد الدرس وداز على الراس. ايوا نتمنى ولدي هاد الدرس هذا يخليك دير عقلك وتجمع خوتك. هذاك الشيء لقيتيني ناوي ندير ان شاء الله. انت شكرا لك بزاف. حيت كون ما انت ياك كره السلامه دابا راه مشرده في الزناقي. قريتيها وربيتيها. شكرا لك والله. دابا باقي ليا مهدي ما عرفتش كيفاش غنلقى هو وحليم. ما عندك عليهم حتى شي خبار؟ والله ولدي ما عندي عليهم شي خبار. شحال هادي ما شفتهم. واخ انا عارف شكون يوريني بلاصه حليم. نلقاه هي بعدا وديك الساعه نقلب على مهدي. شكون انت؟ اش ماشي عندي وليدي شكون انت؟ ولد حميد انا. ولد حميد على سلامتك اولادي خرجتي من الحبس. اسمعني دابا اش غادي نقول لك اسمعني. ها وليدي اش بغيتي؟ اختي فين كاينه؟ ما عرفتش اختك انايا من نهار دربشيني وانا من السبيطار للدار هاد البلاصه انا. ولكن العينين خدامين العينين خدامين. لا وليدي ما عرفتش انا اختك ما عرفتش انا اختك. دابا شوف غتقول لي اختي فين كاينه ولا غادي نكمل داك الشيء اللي بديت. لا لا وليدي لا انا نقول لك يلا اختك راه ولات خدامه على ديك الشيخه اللي عندنا هنا في الدرب. الشيخه كانت خدامه عندها في الدار كتشقى ليها ودابا راه داتها لسميتو ولات كتدير البيران تطيح ليها. اختي كتشرب البيران.